بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتكلم بإذن الله تعالى عن عدد من المواضيع كل منها يحتاج إلى حلقة مستقلة إلا أن الوقت لا يسعفنا ولذلك سنتكلم عنها بشكل مختصر سنتكلم عن علاج الأسنان وعن زينة المرأة وبعض أحكام زينة المرأة وأيضا نتكلم عن أدب الطريق وبعض الأحكام في أدب الطريق ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البديو المري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أبو ناصر وحيا الله المشاهدين الكرام حياك الله الشيخ خلينا نبدا في موضوع زينه المراه يعني من طبيعه المراه انها تبي تتجمل وتتزين يعني هي انثى بهاي يعني هاي طبيعتها فمساله ما يجوز لها وما لا يجوز يعني ان تكشفه امام الاجانب عنها او ما يكون حتى مع 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 اهلها في بيتها يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن العمليات التجميلية فالمسألة فيها شوية حول الجمال يتعلق بالجمال لكنها بحسب يعني يعني في تدخل البشري في ذلك التجميل تدخل يعني طرف ثالث وهو الطبيب وبالنسبة لزينة المرأة أو تجمل المرأة هذا هو أيضا تجمل آه لكنه أشبه بالطبيعية آه منه بالعمليات الجراحية وهناك آه الأسنان أيضا وهي فيها شيء من التجميل وهناك أدب الطريق وهذا من فيه شيء من الجمال أيضا إذا <applause> تقيدنا جمال تقيد آه جمال الأخلاق نعم بالنسبة لتجمل المرأة التجمل الظاهري فيمكن تقسيمه الى قسمين تجمل مكتسب وتجمل او جمال جمال مكتسب او تجميل مكتسب وجمال طبيعي او نقول جمال ظاهري او تجمل ظاهري وتجمل باطني والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم والآية التي عندنا عندنا خلينا نعرضها وكل للمؤمنات نعم نعرض الآية خلينا نعرض الآية اللي اخترناها في الحلقة هذه اللي تتكلم عن يقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء, أو, آباء أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ما شاء الله الايه طويله يا شيخ والايه سبحان الله يعني واضحه آه واضحه الايه بل واضحه واضحه جدا يعني و... ولكن بعد يحتاج بعض ل... تحتاج الى تفسير بيان حقيقه لان هناك بعض المواطن آه التي سار للعلماء فيها كلام من حيث المفهوم جميل فمثلا قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن من أبصار. قبلها لا قل للمؤمنين يغضوا كما ان المؤمنين الرجال مامورون بغض البصر عما لا يحل لهم من النساء فأيضا النساء مامورات بغض البصر عما لا يحل لهن النظر اليه من الرجال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وهذه الايه وغيرها استدل بها بعض العلماء ان النساء لا يجوز لهن ان ينظرن الى الرجال الا لحاجه يعني حتى المساله مش 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 فقط للرجل انه ما ما يغض يغض بصره، حتى المراه حتى المراه بصرة تغض بصرها من الرجل منهم من قال مطلقا الا لحاجه ومنهم من قال تغض بصرها اذا كانت كانت تنظر اليه بشهوه وهكذا الرجل لا. يعني منهم من قيدها بالشهوه لكن من قالوا مطلقا احتجوا به حديث افعمياوان انتما لما استأذنا ابن أمي مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وزوجته اظنها حفصه احتجبا فقال يا رسول الله او قالت يا رسول الله انه لا يرانا. فقال افعمياوان انتما يعني انتم ترونه. فكما ان الرجل قد يشتهي المراه وقد ينظر اليها نظر غيبه فهكذا المراه. وهذا من باب سد الذرائع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لما قالوا يا رسول الله لما قال اياكم والدخول على النساء قالوا ارايت الحم الحم يعني اخو الزوج فقال الحم الموت لماذا؟ لانه لا يعني يتحرز منه كما يتحرز من غيره فهنا قد تكون يعني فرصه الاشكاليه والفتنه اكبر فحكمه حكم الاجنبي عن عن المراه الحم صحيح طبعا اذا كان وحده لا يدخل عليها وحده والحم لا يمكن ان يعني حجبه عن عن حماته او عن زوجه اخيه يعني مطلقا لان الناس تعرف يتداخلون لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الموت لان الخطوره تكمن هنا لان المؤمن او الشخص او الخطر يؤتى من مأمنه او الشيء يؤخذ من مأمنه احيانا لا امن الانسان قد يلدغ من ذلك المأمن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد الذرائع من هذا القبيل الشاهد الله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ويحفظن بُفُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اذا الزينه إلا ما ظهر منها لا بعدها ما ظهر منها صح لا أول شيء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن نعم نعم على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، أولا لا يبدين زينتهن. ايه ما هي الزينة التي لا يبدينها؟ هل هي الزينة يعني التجمل نفسه بمعنى أو الحلي؟ لأن كلمة الزينة عادة تطلق على الحلي. صحيح. أو أنه الزينة الخلقيه. هل يعني جمال الخلق هل يعتبر زينه حتى هي تغطيه فمنهم من قال المقصود هنا هو الزينه زينه الحلي فلا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ما الذي يظهر منها قال هو الخاتم و يعني ربما القلاده ومنهم من قال ان الزينه الا ما ظهر منها الوجه والكفين يعني روي ذلك عن ابن عباس اما ابن مسعود وهو من ائمه الصحابه الكبار فقال الا ما ظهر منها يعني الثياب الثياب لا يمكن يعني تغطيتها هي التي تستثر بها المراه ويمكن ان يرى الزينه من وراء الثياب ولذلك تكلم العلماء عن ملابس المرأة وما ينبغي أن تكون تلبسه حتى لا يبدو شيئا من زينتها، حتى تكلم الناس في العباءات، الآن المتأخرين تكلموا في العباءات اللي يسمونها الكتف الكتف وعباءة الرأس أول ما جاءت عباءة الكتف يعني حرمها أكثر العلماء وقالوا أن هذه تبدي زينة. وبعض العلماء الآخرين كرهوها وأجازوها، قالوا ما دام أنها واسعة و اولئك قالوا انها تشبه الرجل يعني لان العبات الراس هي مختلفه واما العبات الكتفيه كانها تشبه ثوب الرجل يعني واصبحت يرى منكبها ويرى راسها ويرى صدرها وظهرها ليست مثل تلك التي يعني فيها فضاوه فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها طيب هل من العلماء من يقول الكحل هذا ليس من الزينة التي ينبغي اظهاره. ما ظهر منها هو الخاتم، من قال الوجه في قول طبعا اكثر الفقهاء يقولون ان الوجه ينبغي ستره ويحتجون بقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن فالله سبحانه وتعالى جمع نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين في هذا الحكم. وفهم الصحابيات منه تغطية الوجه كما فهمت ذلك عائشة فانها لما تخلفت في غزوة السويق عن الجيش وجاء صفوان بن معطل وكانت نائمة قالت فما استيقظت الا باسترجاعه وكان قد رآني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي فالجلابيب يخمر يخمر بها الوجه هذا عليه اكثر اهل العلم لكن من اهل العلم من يقول يجوز اظهار الوجه والكفين وهو قول ابن عباس وغير واحد من اهل العلم ايضا من الكبار خصوصا اذا لم يكن هناك فتنه فان كان هناك فتنه وجب التغطيه فالذين اجازوا سواء مع تغطيه الوجه او بغير تغطيه الوجه اجازوا الذين اجازوا اظهار الزينه الظاهره هل الكحل منها هل الكحل من الزينه الظاهره فمنهم من قال الكحل يعتبر من الزينه الظاهره وبالتالي يمكن ان نقيس عليه مستحضرات التجميل هذه هل نقيسها على الكحل ونقول انه من الزينه الظاهره والذين قالوا ان المراه لا تكتحل اذا لا تبرز كحلها امام الرجال الاجانب لان ذلك ليس مما اذنت بابرازه من الزينه فهكذا يقاس عليه هذه المساحيق وان كان المساحيق اصلا فيها خلاف المساحيق التجميل اول ما ظهرت وهي اظن فيها اشكاليات طبيه ايضا وهي تجميل الخدين وتجميل الشفاه والان يعني الناس تطوروا تطورا كبيرا جدا بحيث ساروا يبتدعون من انواع التزين اشياء بعضها لا تمت الى الجمال بصله ولا الى التزين بصله يعني الان من هم في سني من الناس اظن انت منا حن جيل الشيبان يعني اكره ما ما نكره هذا هذا الذي يقولونه المكياج يعني هذا مبتذل الزايد يشوه يشوه الرموش هذه وهذه الرموش اللي اللي التي يضعونها الان يعني بدلا من الكحل زادوا عندنا شيء يسمونه المسكره ها المسكره وهي كحل لكنه يختلط بالرموش آه نفسها ثم الان جاءت الرموش الصناعيه بعد الصناعيه بعض. والرموش الصناعيه تعلم ان فيها اختلاف بين اهل العلم والاكثر على حرمتها حرمة الرموش الصناعية ابن عثيمين واظن أه هيئة كبار العلماء ولا ادري عن المجمع يعني كثير من اهل العلم يقولون بانها من الوصل المحرم تشبيها بوصلها بالراس لكن بعض العلماء يجوزها واظن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما سئل عنها يعني كرهها كراهة شديدة ولم يستطع تحريمها ولا يعني إجازتها لأنها فيها شبه من الوصل المحرم وبما أنها توضع في العين ففيها شبه من الكحل متقاربة يعني فيها تجميل لكنها الحقيقة يعني هي أقرب إلى 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 الوصل لأن الشعر يوضع على الجفن فيطيل الشعر فيظهر صورة رموش العين كأنها يعني رمشة نقول وهكذا الوصل وصل الرأس لماذا حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لأنها المغيرة والمتفلجات المغيرات المتفلجات, المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله الواصلة هي تبدي شعرها تدليساً بأنه أطول مما هو عليه، وهذه التي تضع الرمش تبدي رمشها أطول مما هو عليه، فهذا من أنواع الذي تجمل به الناس ويدخل في ذلك بعد من الأشياء التي التي سجدت أيضاً العدسات. عدسات شكل شكل الألوان. يشكل أيه الألوان وهذا فيه شيء من التدليس وإن كان تحريمه من الصعوبة بمكان يعني لأنه ليس و ليس فيه وصل. وإنما فيه لون نقدر نقول لون وهكذا تلوين الخدين وتلوين الشفاه كل هذا من الأشياء التي الأصل فيها الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه لكن الجواز وسط ماذا أي بيئة وسط من الأشخاص الذين يمكنهم رؤية يعني من, من ينبغي عليها أن ينظر إلى يعني مثلا إذا قلنا بأن المرأة ستخرج من بيتها لحاجاتها فهل لها ان تتجمل وتضع المكياج وتضع الكحل وتضع الرموش يعني تظهر في ابهتها وزينتها لا ينبغي لها ذلك حتى لو كان لأن الله سبحانه وتعالى امرنا بغض البصر وامرنا بعدم اظهار الزينه امر النساء بعدم اظهار الزينه الا ما ظهر منها وهذا هي هي تظهره وليس ظاهرا في الحقيقه هي هي التي صنعت اظهاره أما ما ظهر منها يعني طبيعة فهذا لا إشكال فيه نعم. طبعا هناك أشياء مما استحدثوها نعم أو الشيخ يشير لي زهر الله خير يقول, على الأصابع يعني إيش <applause> يعني <applause> هذه الأصابع أظافر صناعية أظافر الصناعية قال الأكثر بحرمتها حقيقة لأسباب أولا هي تشبه الوصل أيضا الوصل الذي قلنا به في الرموش وفي في الشعر هذا وصل الأمر الثاني يخالف الفطرة فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بتقليم الاظفار وهذا زياده اظفاره وبعضهم مثل الوحوش يعني بخالب مش هذا وهذا ايضا سبب للنهي النهي عن التشبه بالحيوانات بالسباعي هذا موجود في السنه في اماكن كثيره وهذا تشبه بها تاتيك المراه وعندها اظافر والله ما انا لا ادري ما الجمال الذي في هذه الاظافر الصناعيه حقيقه يعني شكلها وحتى ما يستطيعون يمسكون انا رأيت بعضهن لما تاخذ الجوال تسمع ضرب مش... <applause> ضرب الاظافر بشكل غير طبيعي ففي الحقيقه سبحان الله هم ياخذون كثير يعني ش... بعضهم يقول يعني ياخذون الجمال او مستوى تقليد بالتقليد عن الغرب تقليد يعني وتعود ايه؟ حتى وأنا ذكرت لك القصه ايه؟ بالامس ايه؟ هذا الذي قطع انفه فاصبح الناس يستقبحون من به من عنده انف يستقبحون الجميل لاجل انهم تعودوا على قطع نعم. الانوف هكذا صار الناس يتجملون ويستجملون ما ليس بجميل نعم ال ال الكعب. وهذا لان الميزان عندهم ليس ميزان الشرع ومما ايضا استحدثوه المناكير والمناكير هي صبغه أيضا يظنون أنها تبدي المرأة جميلة أو أظافرها جميلة وهي في الحقيقة ليس ليس هذا عادة جمالا عادة عن ما بس هذا عندنا بس بس ليس جمالا الأمر الثاني فيه مخالفة وهي عندما يريد تريد المرأة الوضوء فهذا يمنع وصول الماء فينبغي لها ولذلك بعضهن لها. لا يفعله إلا إذا كانت لا تصلي ويكفيها قبحا أنه لا يفعله الا في 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 وقت عدم الصلاه لكن من العلماء من جوزه ومن العلماء من نهى عنه من الاشياء التي استحدثها النساء والعجيب ان اكثر ما يستحدث هو للنساء لان النساء هم اهل الزينه الله سبحانه وتعالى قال او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين يعني المراه انها تنشا في الحليه وهي التي تعتني به التجمل من ضمن الاشياء التي استحدثوها الكعب العالي يعني اول ما ظهر الكعب يعني كنا نستغربه والان صار كثيرا نراه في الاسواق وفي النساء يعني شيء صار كانه امر طبيعي والحقيقه ان الكعب العالي فوق انه خطر لان كثير منها يكون دقيقا ربما تقع وتنكسر أو يصيبها وهذا وهذا من الأشياء التي تؤيد النهي عن لبسه وقد ذهب الناس في لبسه إلى رأيين منهم من يقول بحرمته ومنهم من يقول بكراهته يعني أقل تقدير يعني في حكمه هو الكراهة ومن أسباب هذا الحكم أنه يعني تدليس أيضا فيه تدليس الأمر الثاني فيه إظهار للجمال بشكل فاتن صح يعني القوام القوام بشكل يتغير القوام بلبسه فينبغي ان لا يكون لو اضطرت له المراه لا يكون الا عند من تريد ان تظهر الجمال له واما ان تمشي به في حاجاتها في الاسواق هذا مما لا ينبغي ان يفعله المؤمنات نعم يعني, هذا يعني بشكل عام بشكل عام لكن نبي قاعده يا شيخنا الان يعني هل لا يجوز ان المراه تتمكج وعندما تخرج للعمل تخرج الى السوق الى هل هذا يعتبر حرام؟ هناك شوف. شنو حكم الشرع فيه عشان التجمل بشكل عام للمراه لا باس به اذا كان للزوج او لبنات جنسها واما الرجال الاجانب فلا ينبغي لها التجمل ولا الخضوع بالكلام حتى الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويقول وقل في في سوره الاحزاب ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ايضا هذا كله من سد الذرائع فالمراه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لم ادع او لم اجد اضر على الرجال من النساء لأنهن فتنة للرجال فسد أبواب الفتنة هذا من المهم لأنه يحدث بعده نعم أشياء لا تحمد عقبة في الأشياء اللي تصير اللي هو النمس وهالأمور الحواجب يشيلونها كلها طبعا هذا كله مما يدخلونه في التجمل لكن التجمل المباح هو الذي لم ينهى الشارع عنه ولم يشبه ما نهى الشارع عنه فمما نهى عنه الشارع النمس مما نهى عنه الشارع الوصل مما نهى عنه الشارع التدليس فكل ما يعني يدخل في هذا والغش كل ما يدخل في هذا يعتبر منهيا عنه لكن التجمل ال 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 الذي اذن به الشارع كالكحل مثلا والحناء هذا كله من التجمل الماذون فيه وهكذا يقاس عليه بعض انواع التجمل كالمساحيق المساحيق قاسها كثير من أهل العلم عليه إلا إن كان فيها ضرر أو فيها نجاسة أحيانا قد تستخدم من مواد نجسة للأسف نحن. ندخل موضوع الأسنان شيخنا الأسنان الأسنان و... أيضا من التجمل م. يعني قد الأسنان هي يعني أساس في التجمل وإن كان الأسنان ليس الغرض منها فقط التجمل لما يبتسم الإنسان أو يضحك يظهر جماله أسنانه أو جماله لكن هي فوق أنها تجمّل الإنسان لها أغراض أساسية وهي المضغ والنطق، يعني الشخص الذي لا أسنان عنده نطقه لا يكون صحيح، وهكذا مضغه للطعام لا يكون ولا يكون صحيّاً، ف... وعندنا أتوقع يعني هناك كثير من العمليات المتعلقة بالأسنان التي يعملها الأطباء بعضها لا إشكال فيه وبعضها فيه إشكال. اسنان اللي يعني اللي هو ابتسامه هوليود على يعني قولتهم عندنا يعني هذا من ضمن الاشياء اي ارسل آه. حطينا احنا في حسابنا في تويتر لتلفزيون قطر سالنا السؤال هل يعني تجميل الاسنان بتركيب ما يسمى ابتسامه هوليود هل يجوز او لا يجوز؟ 68% قالوا يجوز و32% قالوا لا يجوز ما شاء الله اختلف آه. العلماء نعم اختلف <applause> العلماء يعني منهم من جوزه ومنهم من منعه وانا ربما اؤخر الكلام عليه حتى افصل في ما يتعلق بالاسنان من العالم عمليات بشكل عام لكن عندنا مشهد لا ادري هل علاقته هل يتعلق بالاسنان ايضا بالاسنان نحطه الان نراقب المشهد المشهد بنشوف ما فيه من مسائل في موضوع الاسنان ثم نرجع لكم ان شاء الله آه يا الربع على هالجو الحلو هاي الله اي والله جو عجيب صراحه اللي بيمشي يمشي ينيا المكان والله يا الربع <applause> يا الربع كنار 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 كنار, 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 كنار 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 يا سلام كنار عجيب والله يا اخي انا ذبحتي عاد الكنار لقط 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 لق لق حبات حلوه بعد يا سلام ناكل عادي اي اي عادي شوي بخير بس شي حركه فرق فرق بس فرق لذيذ والله يا جماعه ايش رايكم احنا واقفين شي يبي صوره بصراحه لازم 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 نصور لو <سؤال> سمحت لحظه لحظه لحظه, لحظة, ها تكفى عطني بس يومين ليش؟ محصل عيلة اثنان إيه؟ تسوي ابتسامه هوليوود ب 5000 ريال 5000 <سؤال> ريال؟ عرض ايه عرض حلو يا اخي رخص وين وين هالاعياد وين؟ ايه عرض جاني في هاي تك توك لحظه يبا شنو؟ شنو اللي ابتسامه هوليوود ورخيصه؟ هذه ما يجوز حرام؟ ايش اللي ما يجوز وحرام؟ صح حرام واللي يسوون هذه الاشياء حرام اصلا لحظه يبا لحظه ايش هالكلام هاي من قال لك حرام ايش السوالف هذه وين طلعون هالفتاوي هذه انت انا سمعت كذا واحد من المشايخ يقولون انه حرام يا اخي انا انا بعرف يعني ما حد يعرف هالمشايخ الا انت وين تجيبهم انت وين تجيبهم حبيبي ان الله جميل يحب الجمال ما فيها شيء اذا الواحد تجمل قاعد تخربط الله يهداك ايش قاعد تقول يا yeah. التزين صحيح عند الله سبحانه وتعالى بالملابس بالاشياء الحلوه الزينه مو بتغيير خلق الله وتقول لي ان الله جميل ويحب الجمال يا حبيبي مفهومك غلط على كيفك غلط اذا على كلامك زراعه الاسنان والتقويم بعد حرام صح كلامك يا ابو محمد يعني الحين ابتسامه هوليود والتقويم نفس الشيء اذا ابتسامه هوليود حرام يعني التقويم والزراعه حرام لا يا يبا لا يا الله يهداك انت وياه لا في فرق في فرق نعم في فرق وشو الفرق بالضبط انا اقول لك مثلا التقويم يعني التقويم اسنان راكبين فوق بعض ولا السن طالع بالغلط عرفت شلون؟ مبتزين مبتزين؟ يعني الحين تقويم الاسنان مبتزين؟ شلون مبتزين؟ شلون؟ بقول لك شيء انا تخيل انت الحين لما واحد بيروح يعمل اسنانه وهي متراصه عند بعض عشان يسوي لهم تقويم. شو رايك في الحاله هذه؟ حرام ولا مو بحرام؟ انا بجاوبك ما فيها شيء لان المقصود تكون الاسنان في الوضع الطبيعي يا سلام عليك، عندك فتوى واجابه لكل شيء انت وياه بس خبطتوها مع بعض ها؟ انا اشوف انه ما في فرق، واشوف انكم تحرمون في هالسوالف موضوع صراحه فيه تشدد وما له داعي. يلا خذ يبا ما يصير، اي تشدد اي خرابيط. يعني اللي عاجبكم عادي، اللي ما يعجبكم يكون متشدد ها؟ هذا يبا دين، مو على كيفكم دين. والنبي عليه الصلاة والسلام السلام. لعن المتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله سبحانه وتعالى اللهم بلغت اللهم فشهد وانتوا عاد بكيفكم عاد بكيفك انا يبغى اقول لك قم خلينا نقط كنار ايوه ابرك لنا لقط أيوة. لقط احسن لكم لقط لقط نروح ان شاء الله تكون كلها فيها دود <applause> حياكم الله يا الاحبه ونرجع الى موضوعنا موضوع اللي هو الـ الـ الاسنان اسنان هوليود التقويم زراعه الاسنان هل الامور هذه شرعا ايش فيها من من احكام شيخنا شوف الله يسلمك بالنسبه للاسنان هناك اشياء علاجيه هناك اشياء تجميليه نقدر نقسم مثلا عندنا زراعه الاسنان هم تكلموا عن زراعه الاسنان زراعه الاسنان هذا شيء جديد واحتاجه الناس والزراعة هي وضع سن مكان سن في البداية يضعون أظن معدن يحطون انا سويت ست ست دروس عندي كل زراعه حلال ولا حرام؟ ما عندي تعال صدق ان شاء الله يكون حلال اقول دو الناس دو الناس يعني يحطون نوع من السمار يعني يزرعونه على الزرع معدن ويخلونه فتره يخلونه فتره لما يعني يستقر مكانه ثم بعد ذلك يجيبون العاج اللي فوق او السن الصناعي اي نعم ويكون مثل الطبيعي سبحان الله يعني صحيح لانهم يختارونه يشوفون الالوان الاسنان ويختارون المادة المناسبة و... و... وأحيانا يكون لسن واحد والسن يكون إما في الأضراس وأحيانا يكون في المقدمة. طبعا هذا فيه تجميل لا شك لما الإنسان ما يك... الشخص ما يكون عنده السن في في مثلا ثنيته طايحة أو رباعيته أو ضرسه إن رأى الناس فتحة الضرس أو فتحة الثنية. فإذا عمل هذا هذه الزراعة أصبح كأنه يعني طبيعي وصار أضفت إليه جمالا، لكنه في الحقيقة ليس الجمال أو التجمل هو المقصود الأساسي، وإنما المقصود الأساسي وحتى لو كان مقصودا، وإنما المقصود الأساسي هنا هو أن هذا الرجل هذا الشخص الذي سقط سنه يحتاج إلى سن يمضغ به ويتكلم به و لانه يساعد على النطق الصحيح اذا كان في في المقدمه صحيح ايضا يساعد على المضغ اذا كان في مكان الاضراس ايضا فيه جمال اذا اذا كان في مقدمه اسنانه او في جوانبها المشاهده ما دام انه فيه جمال هل هذا يعني يذهب به الى ان يكون محرما لا لأن الجمال أولا تبع جاء تبع والأمر الثاني أصلا هو إعادة لخلقة سابقة يعني هو ليس تغيير للخلق وإنما إعادة لشيء كان موجودا في السابق فمن هنا سار كلام العلماء في الزراعة أنه لا إشكال فيها هذا بالنسبة للزراعة هناك تركيب الأسنان وهو يشبه الزراعة لكنه تركيب إما جسر أو يعني أو طقم كامل أو طقم كامل وقد يكون متحركا وقد يكون ثابتا. نعم. وهذا ايضا حكمه حكم السابق في ان الانسان يحتاجه. صحيح. فليس هو من التغيير لخلق الله وانما يحتاج للمضغ ويحتاج للنطق ويحتاج للتجمل ايضا. وهو اعاده أي الى ما كان عليه. هناك ايضا التجميل. تجميل الاسنان. تجميل الاسنان ياخذ اشكال ياخذ شكل التبييض. ياخذ شكل التقويم التقويم وياخذ شكل القشره هذه التي تسمى بابتسامة او ابتسامه هوليود بالنسبه للتقويم هم تكلموا عن التقويم طبعا عندنا في الاسنان في تحريم في الاسنان لكنه مختص بحاله واحده وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن وفي حديث اخر قال لعن الله الواصله والواشره إلا من داء الواشرة يعني الوشر هو نفس البرد المتفلجات التي تبرد أسنانها وخصوصا الثنايا كان النساء يبردون الثنايا لكي يتسع ما بينها ويصير كأنها بينها يعني فجوه وهذا علامة للجمال يريدون بذلك الحسن فهن يغيرن خلق الله خلق الله كان اسنان متلاصقه كما هي فيأتون ويبردون السن من هنا وهنا فيصبح فيه شيئا من الصغر ويبدي المرأه انها اصغر من سنها المعتاد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. طيب التقويم هل التقويم فيه شبه من من التفلج؟ لان التقويم فيه تعديل الاسنان والتفلج فيه تحريك الاسنان، لكن الحقيقه ان البرد هو ازاله شيء من السن. والتقويم انما هو شد للاسنان لتعود الى مكانها الطبيعي الطبيعي بعضها يكون فوق بعض مثلا وبعضها يكون متقدم بعضها يكون متاخر فعاده التقويم اعاده السن الى مكانه الطبيعي لكن سينتج عن هذا جمال زائد عن جماله السابق لانه في السابق كان إذا ابتسم رأوا سنا فوق سن أو رأوا أسنانا معوجة الآن إذا ابتسم ستكون أسنانه على وضعها الطبيعي فالحسن هو الأساس والمراد بالتقويم هو إعادة السن إلى ما كان عليه فليس فيه في الحقيقة تدليس هذا فيه قش وتدليس وليس فيه تغيير لخلق الله وإنما فيه إعادة للخلق لكن وقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شدوا أسنانهم يعني هناك رواية عن عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بالذهب وأنس بن مالك رآه أحد التابعين وأولاده يحملونه وقد شد أسنانه بالذهب ليس بشيء آخر بالذهب وهذا موجود الآن شد الأسنان طبعا أنا سأذكر يعني استعمال الذهب هل هو مباح للرجال أو ليس مباح للرجال أه شد الاسنان الذي هو التقويم أه يكون بمعادن احيانا يكون أه وقد يكون بذهب او فضه يعني بعض الناس قد يطلب أه شيئا يجمله هل يجوز له ذلك؟ عندنا اثر عثمان وعندنا اثر انس بن مالك انهم شدوا اسنانهم بالذهب فذهب الجمهور إلى جواز الشد بالذهب وأيضا حديث عرف ابن بن سعد أنه وضع خشما حين قطع أنفه وضع أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن هذا ليس من التحلي من الحلية وإنما هو شيء يحتاج إليه لكن الإنسان. الحلية أن الرجل يلبس الذهب والفضة لا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الحديث المشهور نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيمينه وأخذ ذهبا بشماله وقال هذه حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم فالحرير لكنه يمكن أن نستثنى الحرير الصناعي طبعا الحرير المقصود به حرير دودة القز الطبيعي أما الحرير الصناعي فلا إشكال في لبسه لأنه ليس هو الحرير الذهب هل يجوز للمرأة استخدامه المرأة لا إشكال في استخدامها في الأسنان لكن الرجل من العلماء من جوزه لأجل هذه الأثر وقال أنه ليس حلية ومن اهل العلم خصوصا المتاخرين قالوا في السابق كانوا يحتاجون اليه، ولذلك عرفجه لما وضع انفا من فضه انتنى عليه فامره النبي بوضع ذهب، فكان الذهب اجود المعادن يحتاجون اليها، لكن في هذا العصر هناك معادن بديله عن الذهب، لا حاجه الى الذهب، وجميله ايضا. فيجوز لا يجوز للرجل في عند قول المتاخر الا اذا احتاج الى ذلك، هذا بالنسبه للتقويم. الموضوع الاخير موضوع اللي هو الـ اسنان الهليود اسنان الهليود احسنت طيب وهذا من التجميل لكن هل هو حرام هل نقيسه على التفلج لان اظن القشره هذه التي يضعونها التي نسماها ابتسامه هليود اظنها لابد لها من حفر في الاسنان يعني رايت كذا واحد من من تكلموا عن الاسنان يقولون لابد من تهيئه السن لتقبل وان كانت هذه القشره هي نفس السن السابق تقاس عليه لكن لكي تكون يكون تركيبها جيدا لابد من حفر السن ف ورأيت بعض الناس انه يقول لا يحتاج الى الى تغيير السن او حفره فان كان بدون حفر بدون برد للاسنان فهذا لا شك في جوازه لانه من باب التجمل الطبيعي او او التنظيف او التبييض وتعلم ان بعضهم يعني يلبسون بعض الاسنان يلبسون تلبيس فيحفرون و... التلبيس غير عن 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 القشره التلبيس لابد من حفر حفر صحيح. إيه هذا هو؟ لكن التلبيس عاده يكون علاج يكون للعلاج علاج لانه اما السن فيه تسوس كان او صحيح. فيه انكسار او في، فيلبسونه تلبيسه تشابه الاسنان التي بجانبه، فهذا اذا كان في العاده التلبيس يكون للعلاج لا اشكال فيه، لكن لو افترضنا انه اراد تلبيسا ليس للعلاج لمجرد الزينه فهذا لا شك انه محرم لانه يضطر الى اذا حكم اسنان اليود وقد يقال بانه ليس بمحرم لانه هو نفس السن يعني هو اعاده لخلقه وان كان في حفر السن هذا يعني بالنسبه للتلبيس بالنسبه للقشره هذه إن اذا قلنا انه ليس هناك برد للسن ولا حفر له فلا اشكال في جوازها لكن اذا قلنا ان فيه وشر للسن وتحديد له حتى يتمكن هذا هذه القشره من العلوق به والالتصاق به هل هو جائز ولا مو بجائز؟ وانت تقول ما دام اظافر من العلماء من منع ذلك ما هذا منع ذلك لماذا؟ يقول لان فيه برد والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن والتفلج هذا استعمال نعم البرد في الاسنان لكن من العلماء الاخرين من قال هذا مجرد تبييض للسن كانه بيض اسنانه بالمسواك والبرد هذا الذي حصل غطيه يعني لم يترك متفلجا يعني هناك في المتفلجة كانت أسنانها صفة فجعلت بينهما يعني مساحة فبدت أصغر من سنها وبدت مختلفة فصار هذا تغيير لخلق الله أما هذا صحيح أنه حصل برد لكن وضع مكانه هذه التلبيسة الجديدة اللي أصبحت كأنها السن وبالتالي لا إشكال فيها هناك من يقول لا إشكال فيها وهم الجمهور هنا نعم وايضا اكثر العلماء المعاصرين وهناك مم. من يمنعها و ولا شك ان احتراز منها افضل يعني. وحالات الاسنان طبيعيه يعني آه. وكم راينا وكم راينا حتى بياضة مش طبيعي تحس انه كان شيء تركيبي يعني شيء غريب وكم راينا من الناس المشاهير او حتى الاغنياء وهم على طبيعتهم ما غيروا من اسنانهم نعم. شيء لكن نجد اكثر الناس المولعين بالتطور والمولعين بالموضه نجدهم يغيرون يعني طبيعتهم جزاك الخير شيخنا فاصل اي أيوة الأحبة وننتقل لموضوع اخر ان شاء الله بعد هذا الفاصل مع فضيله الشيخ دكتور سعيد البدوي المري حياكم الله يا يعني الاحبه هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. متفق عليه. متفق عليه. احنا بنتكلم عن موضوع مهم، احنا صارت حياتنا بالساعات نقضيها في الشوارع شيخنا و يعني في اي اذا ما التزمنا بقوانين المرور وراح تكون هناك حوادث واشكالات كثيره ممكن تصير. ويعني موضوع موضوع الالتزام بقوانين المرور و ما اهميته وما حكمه شرعا بالنسبه اولا الحديث يتعلق بموضوعنا وانا ما راح اتكلم عن الحديث يعني لانه فيه عدد من الجمل التي كل واحده منها تحتاج منا الى الى كلام لكن هناك في الحديث وكف الاذى حقيقة بالنسبة لما يتعلق بالطرق الآن الطرق الآن اختلفت عن الطرق السابقة ووسائل السير الآن اختلفت عن وسائل السير السابقة، وسائل السير السابقة كانت على الأقدام وعلى الإبل أو على الجمال أو على الخيل والبغال والأمر فيها سهل. لكن الآن أصبحت وسائل المواصلات يعني حديد، حديد ضخم، ثقيل، سيارات ودراجات ناريه وسريعه ايضا فوق انها يعني ثقيله وخطيره ايضا سريعه ولذلك قامت الدول وقامت الدوله مشكوره بوضع القوانين من اشارات مرور من تحديد المسارات من تحديد المواقف بعضها خاصه بالمعاقين السرعة يعني ومن تحديد للسرعة وضعوا رادارات يعني للسرعة ورادارات حتى لحزام الأمان حزام الأمان الذي لا نحبه كلنا لا نحبه وأنا أولهم لكننا مجبورين لسلامتنا يعني وسلامة لأن هذه من المصالح المرسلة هذه الأوامر أو القوانين تعتبر من المصالح المرسلة والله ونحن مأمورين بطاعتي. ولي الامر كما قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسل واولي الامر منكم فيما يحقق المصلحه. فلو انه ليس هناك اشاره عند تقاطع الطرق، كيف سيكون الناس؟ كيف سيكون مساراتهم؟ القوي ياكل الضعيف مثل ما يقولون، لكن الان موجود اشارات وفي البدايه لم يكن هناك يعني ما يعني الرادارات التي تمسك المخالف. فكان الناس يخالفون الان صار الناس يتركون المخالفه لاجل الغرامه والغرامه ايضا من المصالح التي ينبغي يعني تاديب الناس وتغريمهم تعتبر من التعزير في في الاموال فينبغي على على الدوله ان تاخذ على يد المخالف عن طريق هذه الغرامات واحيانا اذا تطور الامر الى الى شيء اكبر من ذلك فلا بد ان يؤخذ على يده حقيقه هؤلاء الناس وقد نكون نحن منهم، ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن السير هذه الأيام في هذه الطرق له آدابه وله أحكامه. وهو حق للجميع. وهو حق للجميع أحسنت، وأن مخالفة هذه الآداب أو مخالفة هذه الأحكام قد ينتج عنها عواقب وخيمة. يعني كم رأينا من الناس الآن في المستشفيات أو في بيوتهم الذي أصابه شلل ربوعي والذي أصابه مقعد على كرسي كله من مخالفتهم لقواعد السير وقواعد المرور إما بسرعة زائدة أو بتجاوز إشارة أو بتجاوز من من الجهة اليمنى أو بالسرعة ونحن يعني نرى بعض الناس يلحقنا من الخلف إما يعطينا صوت الهرن هذا بشكل يعني كثير او الاضاءه وهذا حقيقي او بالاضاءه خصوصا الان في 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 وقت الصيام أي. يعني من يوم اروح من الاستوديو رايح البيت كم واحد ياتي خلفي ويولع بالليت يعني وخر وخر احيانا يكون من يمني سياره على يميني سياره وامامها سياره طيب انا وانا اروح وح... واي بعد خطا على الفطور ولاحقين على خصوصا في الطريق العام شيخنا اي خطا مجرد ان انا الف على الرصيف قد ينقلب صحيح صحيح مثلا ينبغي يعني على على هذا السائق شوية. واكثرهم شباب يعني كانه بعضهم يعني بعضهم تو متعلم السواقه ترى احنا سواقين من زمان يا, <applause> يا ابو ناصر يا. ما ابغى اكبر نفسي لو علمت متى اسوق بيعرفوا اني كبير انا ما ابغى اكبر نفسي هؤلاء الشباب بعضهم توه توه سايق واول ما يجربه في السواقه السرعه فيصبح انا الوحيد في هذا الشارع يا شباب ترى وراءكم وراءكم امهات وراءكم اباء وراءكم وراء الناس الاخرين اباء وامهات يعني يمكن الشاب ان يتسبب بسرعته هذه يتسبب في حادث لشخص مثلا شخص امامه تو متعلم تو ماخذ الليسن سواء رجل او امراه وقد يكون معه مريض وقد يكون هو بنفسه مريض فيأتيه من خلفه ويحرجه بحيث ربما يصدم عن عن من يمينه يعني أو يلف بشكل سريع فتنقلب سيارته ويكون هو الآثم صاحب السرعة هذا سيتحمل إثم هذا وهكذا في التصادم يعني هناك ناس يموتون بسبب التصادم فإذا كان هو هذا الصادم أو هذا المسرع هو الصدمة بسببه أو موت من معه أو غيره بسببه فهو يتحل يتحمل آثام هؤلاء وعليه كفارة على كل واحد مات وعليه الدية ذبح نفس يعني هي بس وأحيانا ذبح النفس مو شيء سهل قتلت أنت يعني هو ذبح النفس أحسنت يعني لأجل ماذا؟ ربما عشان دقيقتين يصل قبل وبعضهم ليس له يعني أي مصلحة خصوصا لما نأتي نشوف الشباب هؤلاء اللي يأتون الله يحفظهم إن شاء الله ويسلم الجميع في الشارع الرئيسي يتبارون كأنهم في سباق فيمرون عليك من يمين ومن يسار بعض بعضنا يعني يمكن ما أرى اللي على اليمين يأتيك واحد مزرع من اليسار فتلف أنت يمين وفي واحد على اليمين يسابق هذا فيكون الحادث وحصل هذا لذلك أنا أنصح الشباب جميعا حقيقة يعني أولا أدب السير هذا والتقيد به من الأخلاق من الأخلاق الإسلامية قبل أن تكون أخلاق قانونية والمؤمن بخلقه يدرك درجة الصائم القائم والأخلاق هي التي تدخل الإنسان الجنة وعدمها هو الذي يدخل الناس النار نسأل الله العافية والسلام فعلينا بالعكس لا سواقتك وأدبك في السياقة أو في القيادة هو دليل على رقيك خصوصا في المواقف يعني احيانا ناتي في الدوار وربما تكون انت سابق لهذا فان ولا يكون عندك مجال انك تخفف لكنه كان قريب منك فتجد بعضهم يضرب عليك بالهرن بالصوت مزعج كانك اخطات عليه خطا شنيعا يعني طيب يا اخي نحن اهل اسلام واهل انسانيه ونقطه وانت وقدّمني وانا اقدمك ليس بالضروره ان نتسابق والذي لا تدركه بعد دقيقه تدركه بعد دقيقتين او ثلاث وهكذا في المواقف تجد بعضهم يتعاركون على الموقف الله واحد الله. خرج فجاء اثنين كل <applause> <applause> واحد يبغى يوقف وسكروا عليه يا طيب وين التسامح الاسلامي وين الدين وين وين الخلق سواقتك دليل اخلاقك ولك اجر نعم. نعم. ولك اجر ويعني عدم التقيد بالقواعد هذه يعني شرعا هذا حرام لا شك انه حرام لانه ما ينتج عنها اولا مخالفه لولي الامر، الامر الثاني ما ينتج عنها من الكوارث دليل على حرمتها بدليل ان الشخص احيانا قد يتسبب في موت شخص اخر فيصوم شهرين متتابعين ويندم اشد الندم وقد يصاب هو وقد تفجع امه امه به او ام غيره بغيره وابوه هكذا وهذه وسائل للتنقل للتنقل للثورة. وليس للمفاخره وليس للسرعه السرعه روح بالبلاي ستيشن العب على كيفك صح صحيح <applause> 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 يعطيك العافيه شيخ نشكر فضيله الشيخ الدكتور سعيد بديب المري على ما قدم وسؤالنا اليوم غد في حسابنا في تويتر نشر تفاصيل الحياه اليوميه على مواقع التواصل الاجتماعي ايش رايكم هذا الكلام يجوز ولا ما يجوز بكرة عن وسائل التواصل الاجتماعي الشيخ بيتكلم فيه إن شاء الله لأن هذه وسيلة من وسائل الجديدة التي استحدثت ويقول إن شاء الله في, في رأي الشرعي مواصل. مواصلات بس بالطريقة, مواصلات بالطريقة <applause> السلام عليكم ورحمة <تصفيق> الله <تصفيق>